40-15 ارسال جيد اختيارات جيده هنا عند الارسال من جهه اللاعب والنتيجه 3-2 بتحكم كبير هنا قبل الامتداد يستقبل هذه الكره ثقه في النفس ويضع هنا يستقبل هذه الكره مبكرا لا ينتظر الارتداد ممتاز اللمسه كان ربما يساعدك ان تبقى في ديناميكيه جيده كان في المكان المناسب كان في المكان المناسب اللاعب فيدرر ويفوز بهذه ممتاز ردة فعل جيدة هنا من جهة اللاعب غاسكي غاسكي الذي استقبل هاند فولي كانت لمسة ممتازة وأيس أيس للاعب غاسكي قل في قائمة العشر الأوائل كما كانت ممتاز ممتاز كان له الوقت الكافي للتدخل الكرة تلمس الشبكة دبليكير من ويتابع كل اللاعبين الفرنسيين ممتاز توازن كان في المسافة الممتازة والجيد استقبال الإسال والكرة عند أقدام اللاعب غاسكي لم يجد الحلول لاعب فيدرر دقيقة ونصف كمعدل في حين إرسال اللاعب غاسكي دقيقتين وخمسة وأربعين ممتاز أيس وبهذا الأيس اللاعب فيدرر محاولة هنا يضغط مرة أخرى اللاعب فيدرر ويصل إلى ممتاز اختيار جيد الكرة ترتد قريبا راح التسديدة عرضية ممتازة تعطيه الفرصة للتقدم بكل هدوء هنا وأيس للاعب غاسكي ممتاز من جهة اللاعب غاسكي يجد الحلول يجد الأداء يجد الحضور انتحار هنا يطالب التحدي اللاعب غيشار غاسكي والتشالنج التحدي من الكرة تلمس مشاهدينا الكرام الكرة تلمس وتكون تحتسب هذه الكرة لصالح اللاعب فيدرر إذا الخطأ التسرع أرسل اللاعب فيدرر بكل هدوء وتحكم هنا يضع هذه الكرة ضربة قوية وإن كانت لك الفرصة لكسب هذه النقطة بكل هدوء والتحكم والاسترخاء عامل جون ويلفريد سونغا الذي يغيب عن هذه البطولة بلمسة ممتازة كان لاعبا متميزا سابقا وصل إلى الدور النهائي في بطولة رولان غاروس في موسم 2000 ممتاز بمهارة عالية لاحظوا معي مشاهدي الكرام التسديدة لم تكن قوية لم تكن سريعة لا أي معلومة عند استقبال هذه الكرة وفي آخر عدم تحكم في هذه الكرة ممتاز من جهة لاعب فيدرر اعتذر مشاهدي الكرام تسع فرص بالنسبة للاعب روجر فيدرر معدل مرتفع ممتاز من جهة لاعب ريشار غاسكي هنا ممتاز اذا يتمكن من هذا ممتاز
ممتاز ممتاز. رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس يقول بأن هذه تسديد. يصل يصل بسرعة هنا. ممتاز ممتاز. أيس من الجمهور الفرنسي هو أيس. كان في المكان المناسب. ردة الفعل ممتازة هنا. بدقة كبيرة. لاحظوا أيس يتابع هذا الأداء والكرة تلمس بقليل تلمس بقليل ونقطة المباراة هنا لصالح. إذن إرسال في اتجاه الجسد وتنتهي هذه المباراة. مجموعتين نظيفتين للبطل الكبير روجر فيدرر أمام بطل آخر غيشار غاسكي. يتحدثان اللغة الفرنسية طبعا. اللاعب فيدرر يتكلم الفرنسية بطلاقة وهنا يحب